سؤال بيوريكم اياه. هذا ما لبسته من زمان، خذيته ما لبسته. أنا الحين بمرحلة إني أقيس، فعادي تحملوني، مرة أصور، مرة أروح أقيس، مرة أرجع، مرة أوريكم شيء. شوفوا هذا، بعد لقيت نفسي طالبته الحين بالهذول اللي قاعد أقيسهم. حبيت الحركة هذه جديدة، كذي نفس كورسير صاير على الصدر. الخامة هذا طبعا أنا أحبها، وهالستايل وايد أحبه لأنها حيل حلو على اللبس ويطلع الجسم ستريتش وصايرة مدي، يعني كذي مع كل الستايلات هي حلوة، يعني مع العباية حلوة، مع كعب حلوة، مع فلات حلوة، مع سنيكرز حلوة، يعني كل أحب اختياراتهم اللي يحطونها. شوف هذا بعد الحلق الكبير، حيل أحب كذي بالصيف، بس الأكسسوار يطلع اللبس الصيف، يطلع الستايل أساسا، ملابس الصيف كلها خفيفة. أبيكم تشوفون هذي، كلش رايكم؟ إيرينج حلق سو ستايلش، رهيب يعني. إن شاء الله تروح كورونا، إن شاء الله نطلع، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.